مشاهدينا، كما شاهدتم في المقدمة السابقة، عودت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة هجومها على أشكال الفنون المختلفة وملاحقة المسؤولين عنها بتهمة مخالفة تعاليم الإسلام والدعوة إلى الفسق والفجور. الهجوم الجديد استهدف وزير الثقافة، زاعمين أنه أنشأ بأموال الدولة معهدا لهز الوسط. المثقفون في الجبهة المضادة اتهموا من جانبهم جماعة الإخوان المسلمين بأنهم خفافيش ظلام ومحاكم تفتيش جديدة تلاحق الفن والفنانين. جديد وعنيف من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على أشكال الفنون المختلفة بتهمة مخالفة تعاليم الإسلام. الهجوم هذه المرة استهدف وزير الثقافة، زاعمين أنه أنشأ بأموال الدولة مدرسة للرقص وهز الوسط. الذي يؤدي إلى مفاسد وإلى إثارة، فجعل اهتزاز جسم المرأة مجرد الاهتزاز لا يجوز حتى لو هي بتحج. مفيش هز وسط خالص للموضوع، ويا ريت يشرفونا، يا ريت يشوفوا المواد اللي احنا بندرسها اللي هي مواد علمية فنية. فمدرسة الرقص الحديث بيحتجهم، بيقولوا إن هي ليست رقص شرقي وليست باليه، هي وسط. أليس فيها اهتزاز الجسد؟ أليس فيه تلامس بين الشاب والشابة؟ ليه الجرايد حطت صور رقصات من بره عم بيرقصوا رقص شرقي ويقولوا دي المدرسة؟ ليه؟ الطلبة والطالبات غاضبون من الاتهامات التي تستخدم الإسلام وتسيء إلى سمعتهم وترسمهم بالإباحية والابتزاز. أو جاية عشان زي ما بيقولوا يعني سالخ من تقاليدنا، الناس جاية عشان عارفة إن دوت فن كويس وعارفة إن هي عايزة تتعلم حاجة كويسة. والموضوع برضه في المدرسة مش رأي، يعني هي مدرسة الرأس عادي، بس هي تشمل حوالي 12 مادة. حاطين المهاجمة تحت صور إن إحنا كده بنحمي الشباب وإن إحنا بنمنع الانحلال في المجتمع، وإن غلط إن الحكومة تضيع فلوسها على مدرسة رأس. لما تلاقي كل ده قدامك وإنت عارف قد إيه إنت بتتعب وتشتغل أكيد هتتضايق. العرض حتى أعلى الفخرين فيه التلامس بين الشاب والشابة، هم في سن المراهقة لأنه بياخدوا سن 11، فيه ما يؤدي إلى الفساد. معنا داخل الاستوديو اثنان من أعضاء مجلس الشعب من جماعة الإخوان، واللذان أشعل القضية دكتور محمد مرسي الناطق باسم جماعة الإخوان في مجلس الشعب. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم. ومعنا كذلك الأستاذ علي لبن. أهلا بك يا أستاذ علي. معنا أيضا في الجبهة المضادة مدافعا كعادته عن الإبداع والفنون المفكر والشاعر الكبير الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. دكتور محمد، في البداية يبدو أنه ضمن سلسلة هجماتكم المعتادة على الفنون المختلفة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية وأغاني الفيديو كليبس ومسابقات ملكات الجمال، هجوم حديث جديد عنيف ضد وزير الثقافة لاتهامه بإنشاء مدرسة للرأس الحديث. صحتم غاضبين، كيف تنفق الدولة أموالها على هز الوسط؟ واتهمتم المسؤولين عن ذلك بمخالفة تعاليم الإسلام، لماذا؟ قد سؤالا لوزير الثقافة، لأن المدرسة تتبعه كما أعلن. ما هي هذه المدرسة؟ ما هو دورها؟ ما هي أهدافها؟
لماذا قامت هذه المدرسة؟ أين سيعمل خريج هذه المدرسة؟ ما هو مردودها الإيجابي؟ هذه المدرسة بمفهوم الرقص المعروف مخالفة للدستور بالمادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في هذه الأمة. وكل عمل أو قانون أو لائحة أو قاعدة أو إجراء يخالف الشريعة الإسلامية يكون مخالفا بالضرورة للدستور الموجود في مصر. الآن 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 الرقص بالمفهوم الذي نفهمه جميعا فيه استخدام للجسد وفيه نوع من أنواع التأثير على المشاهد بحالة هذا الجسد. التأثير على المشاهد يعني التأثير السلبي على المشاهد بهذا الجسد. هذا الأمر الذي أثر وعلم وأصبح معلوما من الواقع بالضرورة عن الرقص يجعلني أقول أن هذه المدرسة بما رد علينا الوزير به وبما أعلن عنها في وسائل الإعلام مخالفة للدستور. واجبي أن أهم لأمنع ما يخالف الدستور بالمتاح لي من أدوات. ومخالفة لتعليم الإسلام كما تقول. أنا وضحت مخالفة لتعليم الإسلام وبالتالي فهي مخالفة للدستور. وأنا دوري أن أحافظ على الدستور. أستاذ أحمد، هل هي مخالفة لتعليم الإسلام كما يقول الدكتور محمد مرسي؟ لا، أنا لا أتصور الأمر كذلك. أنا أتصور أن الإسلام دين وحضارة تميز دائما بسعة الصدر وفهم نوازع الإنسان والتعامل مع هذه النوازع برفق وعدم التسرع في التأثيم والتخطئة وعدم القهر. يعني هناك أفكار وفلسفات وحضارات وديانات نظرت إلى الجسد نظرة تحريم واعتبرته أنه مسؤول عن الخطيئة الأولى، الخطيئة التي نزل بسببها آدم إلى الأرض وفقد الفردوس. ولذلك نجد مثلا أنه هناك ممارسات في الحياة يحرم فيها الإنسان نفسه من متعة الحب أو ليس فقط متعة الحب ولكن من حقيقة الحب إلى آخره، والإسلام لم يفعل هذا. ونحن نرى أن هناك في حضارتنا العربية الإسلامية مظاهر كثيرة جدا لا تدل قط على أن الإسلام ينظر إلى الرقص هذه النظرة التي تفضل الدكتور فشرحها. والرقص ليس بدعة ولم يخترعه وزير الثقافة. الرقص موجود في كل الحضارات وفي كل العصور، والرقص مثله مثل اللغة القومية أداة في التعبير، هو نفسه لغة. وكما أن لكل أمة من الأمم تراثا شعبيا ولها زي قومي ولها أسلوبها في العمارة ولها لغتها، لها أيضا رقصها. والمصريون يعرفون الرقص منذ وجدوا في مصر، ونظرة واحدة إلى آثارهم إلى آثار أجدادنا يعني تدلنا على أن الرقص لم يكن فقط موجودا ولكنه كان فنا محترما راقيا جدا يتميز بكثير جدا من الجلال والجمال والقيمة. وفكرة الرقص بالصورة التي تحدث بها الدكتور تجعله يعني كأنه شيء مقزز، شيء لا، لأنه هو ينظر إلى الجسد باعتباره كيان مقزز. الجسد الإنساني ليس مقززا، والجسد الإنساني طاهر ونقي ويجب أن ننظر إليه باحترام. وتعبير الجسد كذلك طاهر ونقي ويجب أن ننظر إليه باحترام. هناك بالطبع
تعبير يتجاوز فكرة الاحترام، يتجاوز هذه القيم التي تحدثت عنها. في هذه الحالة علينا أن نهذبه وأن نرقيه، وفي هذه الحالة ننشئ مدرسة، ننشئ مدرسة لتهذيب الرقص الغير المهذب حتى يكون مهذبا. وعندئذ لا ينبغي أن أسمع تعليق الدكتور محمد وبعدين تعليق الأستاذ علي على هذا الكلام، لأنه كان يرد على كلامك. الحقيقة مع احترامي وتقديري للأستاذ أحمد، لم يقدم للجسد على أنه شيء غير طاهر، زي ما تفضل الأستاذ أحمد هو فعلا طاهر، ولكن الجسد الطاهر ده يحافظ عليه، يستر له عورات. هناك تفاصيل في موضوع طهارة الجسد. إن ما نراه نحن في المجتمعات، ما نراه نحن من أساليب عرض هذه الفنون، إنجاز التعبير إن كانت على الورق كنظريات شيء له مردود إيجابي في بعض المجتمعات، لكن عندما يعرض الواقع التطبيقي لهذا الأمر غير الذي نقول. هو أنت هذا يدعو أكثر إلى أن احنا دكتور محمد نتدخل. يعني هل أنت كنت ذهبتم لتشاهدوا هذه المدرسة لوضع هذه الضوابط فيها؟ هذه الضوابط أنا بس أستكمل على الأستاذ علي علق. أنا عايز أقول الإعلان عن وجود مدرسة للرقص تعلم الرقص بطريقة كما تفضل أصحاب المدرسة وقالوا أنها طريقة عصرية، الناتج حيكون رقص أم حيكون شيء آخر؟ يعني انت ضد الرقص عموما يعني مسألة الرقص، يعني مسألة الرقص الهز، استخدام الحركات، اظهار اظهار المفاتن، يعني جذب الانظار، تفاصيل كثيرة جدا في الموضوع. مسألة ليست يعني مسألة مقفولة وبتكلم عن شيء مش معروف. طب يعقب الاستاذ احمد بس نص دقيقة واسمع تعليل الاستاذ علي في النهاية. طبيعي انه الرقص يبقى فيه حركات وهز والجسد يعبر عن نفسه، لكن لماذا تعتبر حضرتك انه هذه الحركة مثيرة او ان بطبيعتها مقززة؟ هناك حركة مثيرة، واسمح لي انا لم اقل هذا. طيب لا ما قلت انت رفضت الجسد اطلاق، رفضت الرقص اطلاقا، وانا اريد ان اسال هل كل هذه الشعوب وهذه الأمم وهذه الحضارات، يعني الذين يرقصون في إسبانيا الفلامينكو، الذين يرقصون الدبكة في سوريا ولبنان، المصريون الذين يرقصون التحطيب ويرقصون الدحية ويرقصون الحجالة، والنوبيون الذين يرقصون في الجنوب، والإسكندريين الذين يرقصون رقصاتهم المختلفة إلى آخره إلى آخره. هل هذا كله؟ أستاذ أحمد احنا نتحدث نتكلم عن الرقص في مدرسة الرقص للنساء. احنا محددين. لا وفي مدى وللنساء وللرجال. نساء ورجال المحددين. لا لا اما انه لا نريد ان نفهم هل انتم ضد الرقص اطلاقا ولا ضد رقصة بالذات؟ اسمح لي انا عايز بس اسمح لي يا استاذ علي. اجدادنا المصريين على ما كان فيهم من عظمه ليسوا مصدر من مصادر التشريع. نحن نعيش يا استاذ احمد في مجتمع تحكمه أصول وضوابط، ليس من الذي يحدد الضوابط؟ الدستور. الدستور منع الرقص؟ الدستور قال أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. عظيم، من قال أن الشريعة الإسلامية ضد الرقص؟ الشريعة الإسلامية بالضرورة ضد الإثارة. ضد الإثارة وليس ضد الرقص. والرقص يثير. لا هذا كلام مطلق عن أن الرقص لا يمكن أن يكون فن الباليه مثيرا، لا يمكن أن تكون الدحية مثيرة، لا يمكن أن تكون الدبكة. نتكلم عن الباليه. هذا رقص الحديث. هذا رقص الحديث. يعني حددوا الكلام، أنتم ضد أي رقص؟ أنت بتكلم عن مدرسة الرقص المصرية التي مدرسة الرقص المصرية منها للرقص الحديث ليخرج منها. نعم راقصات وراقصين. ما المانع؟ المانع أن هذا مثير ويؤدي إلى قيم سلبية في المجتمع. عندئذ اسمح لي كلمة واحدة قبل الأستاذ ما وهو من حقه طبعا نتكلم. ألا نحن في هذه المسألة نختار أسلوبا من أسلوبين، إما أسلوب المنع وهذا ما تقومون به، والتحريم وطلب المصادرة وإغلاق الأبواب، أو أسلوب النقد. أي أبواب؟ هناك أي أبواب؟ أي أبواب؟
باب النشر وباب الفن. أنتم تمارسون وأنتم في يعني معقل من معاقل المفروض معقل من معاقل الحرية والديمقراطية صحيح. تمارسون عمل الرقابة. هذا غير صحيح. وأنت عمل الرقابة حضرتك هذا عمل الرقابة هذا ده دورنا. اسمح أنت تعلم حضرتك إنه الحرية لا تتجزأ وينبغي عليكم وأنتم في مجلس الشعب أن تدافعوا عن الحرية وعن الإبداع وعن حق الناس في التعبير. وبعد ذلك عندما نرى رقصة مثيرة خارجة على ما ينبغي للرقص وللفن أن يتحلى به ننقدها. أما أن نمنع المدرسة لأنها سوف تخرج راقصات وراقصين. سيادتك دلوقتي توعد يعني سيادتك تستخدم نفس الأسلوب الذي تنتقده وهو التعميم. حضرتك تستخدم نفس الأسلوب الذي تنتقده وهو التعميم يا أستاذ أحمد. تعميم أرجوك لا تعمم. يعني عندما تقول أنتم تمنعون هذا كلام عام لا يجوز أن يصدر من حضرتك. وحضرتك طبعا يعني أستاذ الكل. نحن نمارس دورا رقابيا محددا ونبحث عن الحرية للجميع بضوابط المجتمع الذي نعيش فيه وليس بضوابط أسبانيا وليس بضوابط السويد بضوابط مصر. بدأت بدكتور لأنه هو الذي بدأ القضية قدم سؤالا العام الماضي وأنت أكملت بعد ذلك وقدمت سؤالا هذا العام. تعليقك على هذا الجدل. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله. حضرتك سألت سؤال أنت رحت زبط المدرسة دي أنتم مش عايزين نتكلم في كلام عام. أنا زبط المدرسة دي لقيت إيه بقى اصبر معايا شوية. السيد الوزير رد علي قال لي دي مدرسة رقص حديث بدأت بفرقة الرقص المسرحي الحديث بدار الأوبرا وإن هي لا تستهدف إثارة الغرائز ولا الرقصات الرخيصة. قلت والله جميل أما أروح أشوف الكلام ده في الواقع. فأنا رحت فلقيت المدرسة عاملة نموذج له دعاية له دعاية لفرقة رقص الحديث. آدي شاب فين الكاميرا طب اعملها عشان أستاذ أحمد يشوفها. أيوه حاضر. شاب يجلس على الأرض في خاده عريانة وبنت نفس الوضع حاطت فخديه فوق فخدينها ورجليه محاوطة ضهرها من وراء فأصبح هذا تلامس التصاق عري والاثنين. هذه الصورة فين الكاميرا الصورة التحتانية دي شاب كبرها شوية لو سمعت مش باين. خلاص خلاص هي واضحة كده شابين اثنين واحد انت شايف فيها ايه يا استاذ علي عري توصيفك لها ايه يفخد عريانة هي قاعدة في الأرض وفرد رجليها وهو قاعد أمام منها وفر رجليه ودخل برجليه فوق رجليها إلى أن وصل رجليه بقت محاوطة ظهره. أدي واحد الثانية شالها على صدره قدامك شايف النص الفاني ده شالها على صدره رأسه فين الصورة يا شيخ رأسه رأسها ملاصقة لوجهه وظهرها ملتصق بظهره ببطنه ونصها التحتاني قصدي أعددها ملتصقة بقبله ملتصقة التصاق كامل أعددها الخلفية ملتصقة بأسفل بطنه من أمام. طب الكلام ده بس يحتاج تعليق عشان ما سيبوش بس كده يحتاج تعليق. أنت سألت سؤال أنت رحت وشفت أنا رحت وشفت حضرتك شايلها هي فوق ظهره بطنها على كتفها هذا هذه المدرسه لازم انا اكون واقعي لما اقول انا استاذ احمد انا ما كملتهاش طيب اتفضل. لما انقد احنا شدفنا النقد انا ليا دور امثل الشعب فيه. الحكومه عملت مدرسه وزاره الثقافه عملت مدرسه لفن معين وهذه المدرسه الوزاره فيها تجاوزت من ناحية إن في مجلس أعلى للتعليم هو اللي بتصدر منه لوائح المدارس. المدرسة ليس لها لائحة داخلية مكتوب عليها مركز الإبداع الفني مش قادرين يكتبوا مدرسة رقص في دار الأوبرا. طيب يا جماعة دي الدستور والقانون لا يسمح بالثلاثة دول اللي هو الالتصاق والعرج والاهتزاز. أنا معايا الأدلة
اللي الدستور والقانون انا امين عليه. فلما بنتكلم بشكل طب اصبر شوي عشان عندي فاصل بس خليك تعاود بشكل موضوعي حضرتك. ايه الشكل الموضوعي؟ ان دي مدرسه وانشئت جديده قبل ما احكم عليها راح اشوف. رايت ان المدرسه فيها المخالفات الثلاثه وهي واضحه وصريحه، فيها ما فيش لائحه داخليه ولا كاتبين اسم المدرسه. يا استاذ علي بس قبل اللائحه وقبل التفاصيل بس عايز الاستاذ احمد يعلق على هل ده نقد موضوعي شاهدناه ولا انت شايف انه تفسيرا جنسيا وتصيبا؟ هذا ليس نقدا موضوعيا. لماذا؟ الاستاذ تحدث عن الالتصاق. التصاق طيب في المصارعه يلتصق المصارعان مثلا، مصارعه مع المصارعه. اسمح لي الولد والبنت. لا 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 اسمح لي اسمعنا ما بقى. هذه لا لا سيبني اتكلم. لا هذه فهمت انا فهمت انا فهمت. طيب ما انت توضح حضرتك واصلها هذا ليس جديد. المصارع والمصارعه اسمح لي يعني لا ما تناقشنيش. لا هذا هو سيبني انتظر من فضلك. تفضل حضرتك انتظر من فضلك. فهمت الصورة. انا فهمت وادي الرمال المتحركه. لا يعني يا استاذ لا يحكم على الرقص بورقه، يحكم على الرقص لا حين ارى الرقص. العنوان هذا لا 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 تخدعني بصوره. لا تخدعني كتالوج يا سيدي يمثلهم الكتالوج. ما ينفعش ما ينفعش كده يا مسلم. استاذ احمد يا سيد فهمت. انت كرت انا فهمت انا فهمت. سيبني اتكلم ارجوك. اتفضل. هذا ليس نقدا طبعا. وموضوع الالتصاق وغير الالتماء موجود في معهد البالي ايضا، في رقصات من هذا النوع. اذا اردت انك انت تضبط نتكلم بس الرقص. انت انت بس. انت هتقاطعني ليه؟ انت هتقاطعني ليه؟ لا خروج على الموضوع بس. انت مين قال كده؟ انا بقول كده. لا لا مش صحيح. مين هو ده؟ دي رقابه. هو ده بالضبط المصادره. هذا هو اسلوبكم. لا هذا هو اسلوبكم في التعامل مع الناس. احنا انتم تصادرون. اسمح لي اتكلم. لا ارجوك ما ينفعش. مش كل كلمه اتكلمها تترد عليا. انا ما رديتش عليك وانت بتتكلم. أنا أقول إنه هذا أسلوب في النقد خطأ، لأننا ينبغي أن نرى الرقص وعندئذ بإمكاننا نوافق لا نوافق، نقول فيه فحش، نقول فيه فن. من يريد أن ينتقد ينتقد، ولكن إقحام الشريعة وإقحام الدين في كل أمر من هذه الأمور أيضا خداع، لأنه لم يقل أحد إنه الشريعة الإسلامية ضد مدرسة الرقص التي أنشأها فاروق حسني أو غيره أو معهد الباليه. وأنا أريد إذا أردت أنك أنت ترى عشرات بل مئات الأوضاع والصور التي يكون فيها الراقص مع الراقصة ويحتضنها أو يمسكها إلى غير ذلك في أعظم الباليهات، جيزيل وبحيرة البجع والجمال النائم إلى غير ذلك، دون فحش ودون أن يستطيع أحد إلا مريض أن يرى في ذلك شيئا حيوانيا أو غير لائق أو غير مهذب أو غير مؤدب إلى غير ذلك. أستاذ أحمد اسمع لي خفف بس المناقشة بفاصل قصير ثم نعود إليكم بعد الفاصل. أستاذ علي أنت سمعت كلام الأستاذ أحمد عبد المعطي. نعم. حجازي. نعم. هو يعني اتهم مثل هذا التحليل ان في نوع من التصيد. نعم. وفي نوع من النظرة الجنسية الى الجسد. نعم. انا برد بقول للأستاذ أحمد ان الصور اللي انا عرضتها لا شك انها صور إثارة، لان فيها التصاق البنت بعد ما على صدره حطت رجلها حوالين ظهره فاصبح جسمها النصف العلوي ملتصق به تماما. الشيء الثاني ان الاستاذ احمد بيقول ان الشريعه هل الكل هيشوفها بنفس العين؟ نفس العين اللي شفتي بيها ده كتالوج. هل الجميع سيشاهدون ذلك بنفس العين؟ كتالوج واضح جدا يمثل. الكتالوج يمثل يعني يمثلهم. انت شفتها بهذه العين. هذا الكتالوج يمثلهم. نمرة اثنين ان هو الاسلام
أنا عندي الدستور المادة الثانية بتقول الشريعة هي مصدر. المادة رقم 9 بتقول الأسرة أساس المجتمع، قوامه الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية والتقليد إلى غيره. طيب عندي أيضا الآيات، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير لهما أن يمس امرأة لا تحل له. هذا مس ومس ومس، والحديث واضح واضح واضح. وهذا ما أنا من لست برجل دين، ولكن أنا بقول عضو مجلس الشعب بيراقب تصرفات الحكومة. هذه المدرسة فيها ما يخالف النصوص الدينية. رقم 2 إن المدرسة ما لم تصدر منها القانونية بقى لم يصدر بها تشريع، وبناء عليه المدرسة خليني الناحية القانونية بس عايز بس الأستاذ أحمد يعقد دي واحدة ناحية تشريع الحديث النبوي على فهم حضرتك الحديث للحديث الشريف لا الحكام اللي لا اسمح لي بس أعلق على الحديث الشريف لحظة واحدة فليعلق على الحديث حتى لا ينسى المشاهد الحديث اسمح أن يمس أحد دكم امرأة لا تحل له. المس هنا هو المس بقصد الزنا، ولكن المس مثلا مس الطبيب للمرأة التي لا تحل له لأنها مريضة ليس من هذا النوع من المس يا أستاذ، والمس في الفن ليس من هذا النوع من المس. نريد أن إذا أردتم أن تتحدثوا عن الإسلام بنصوص الإسلام يجب أن تفهموها. طيب حضرتك تعقب هذا حديث واضح وله الشروح بتاعه بعكس ما بيقولها، وانا مصور الشروح بتاعته. هذه قضيه. القضيه الثانيه حديث الرسول عليه الصلاه والسلام صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم صياد كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسنا إلى لا يدخلن الجنة ولا يجدن رائحتها، معنى الحديث ولا يجدن ريحها وإن ريحها. هذا حديث ثاني. حديث ثالث إن المرأة في الحرام في الطواف حول الكعبة ليس لها أن ترمل زي الرجل، يعني تهتز أو يعني تركض أو تجري، ولا حتى لا يهتز البدن. لماذا الإسلام يحرم هذا حتى هو في عبادة؟ لأنه الإثاء قد يؤدي إلى مفاسد، قد يؤدي إلى إثارة. فالإسلام لا يحرم لمجرد تحريم، الإسلام يحترم الفن. أما الفن الذي يؤدي إلى مفاسد، أنت شايف أن هذا النوع من الفن يؤدي إلى مفاسد؟ أي هذا الالتصاق هذا يؤدي إلى مفاسد. وهذا العرض فخدها فخدها الاثنين عريانين وهو مثلها واللحم على اللحم هذا يؤدي مفاسد. هذا الالتصاق يؤدي إلى مفاسد. وإذا كان الرقص الشرقي، لأن الحديث خطاب السيد الوزير بيقول إيه؟ لا تستهدف في صرف الرأس أو الرقصات الرخيصة. الغازية زمان كان اهتزاز جسمي بس ما فيش التصاق. أنت مش عايز اهتزاز جسم خالص يعني؟ الاهتزاز لا، والتلامس هذا التلامس منهي عنه. وهذا يؤدي إلى مفاسد لا شك. لما شاب يحتضن بنت على صدره أو يشيلها على ظهره أو اللي يحط فخده على فخته ويتنه ماشي ماشي وهو وهي على صدره وحط رجلها من ورا منه. يعني أستاذ أحمد أستاذ علي يعني يستخدم أوصافا جنسية، هو يقدم لنا تحليلا جنسيا لهذه الصور. هل الجميع يمكن أن يشاهد أستاذ أحمد هذه الصور بنفس العين التي شاهد بها الأستاذ علي؟ أنا مثلا اسمح لي أنا كذلك مصري مثل الأستاذ علي ومسلم مثل الأستاذ علي وأظن أنه يعني ما يقول الأستاذ علي خاص بالأستاذ علي وبمن يرى مثله هذا. يعني أنا لا أقول أنه هو وحده الذي يرى هذه الرؤية وينظر هذه النظرة للرقص، لا، هناك يعني أنا أعلم أنه في مصريين يرون هذا، ولكنه يقول ما أقوله لكن هذا هو الإسلام. لكن يعني هذه وجهة نظر الإسلام، لكن هذا غير صحيح على إطلاقه، بمعنى أني مثلا أستطيع أن أرى امرأة على شاطئ البحر لبس لباس البحر دون أن تثيرني على الإطلاق. أستطيع أن أرى رقصة من هذا النوع الذي يتحدث
الناس عنه فلا تثرني إثارة جنسية لأني أرى ماذا تريد الرقصة أن تعبر، ماذا تريد أن تقول. لأن هناك حركة، هذه الحركة يعني ليس هناك هذا الالتصاق الثابت، كأنه مثلا يتحدث عن شخص رجل وامرأة في مضجع أو سرير. هذا كلام يعني هو تحدث عنها وكأننا أمام عملية جنسية. أيوه عملية جنسية، هذا غير صحيح. الرقص شيء آخر مختلف جدا، وينبغي أن نفسر عندئذ. ينبغي أن نفسر ما يلي. أنا عندي نصوص. كيف كان الرقص فنا لكل الشعوب منذ خلق الله الإنسان إلى اليوم؟ لا يوجد شعب إلا وله رقصات متعددة. لماذا تريدون أن تحرموا على المصريين بالذات أن يرقصوا؟ يعني تمنعوهم من أن يرقصوا؟ لماذا؟ حضرتك الرقص، الرسول صلى الله عليه وسلم الأحباش في المسجد رقصوا، ولكن ليس مرأة مع رجل ويلتصق بها. العردي الأستاذ أحمد يقول إن من حرمه لما الرسول حديث صحيح إذا بلغت مرأة المحيض لا يصح أن يرى منها سوى الكف. إذن ما تعريه من سوى ذلك هو ضد الدستور وضد القانون. مش ده وجهة نظر خاصة، أنا لا أمثل وجهة نظر خاصة، أنا أتكلم من منطلق الحفاظ على الدستور والقانون. هو يلجأ إلى معيار التحريم الديني يعني كما يقول. أنا أعتقد أيضا أنه موضوع التحريم الديني ده تتعدد فيه الآراء. هناك طبعا موقف المتشددين المتطرفين الذين يريدون أن يروا في الدين أغلالا ويعني سدودا ومجرد نواهي عن كل شيء وتحريم لكل شيء، ولا يريدون أن ينظروا إلى الإنسان وسلوك الإنسان ورغبات الإنسان باحترام مع ضرورة تهذيبها. يعني لا بد أن ليس فقط في الرقص والكتابة والتصوير والتمثيل والموسيقى والغناء إلى غير ذلك، فيه ما يثير وفيه ما لا يثير. وفيه الراقي السامي الجليل الجليل الجميل، وهناك السوقي المنحط الدنيء. ينبغي علينا أن لا وليس هناك من يستطيع أن يقول أنا الذي أقرر ما هو لا. أنا أريد أن أضع النقد والتربية محل المنع والمصادرة، وأتمنى إنه أعضاء مجلس الشعب المصري يساعدونا على أن تكون التربية والتهذيب والنقد والتقويم بدلا من المصادرة والمنع وخنق الحريات اسمح لنا رد على النقطة دي. إن هو الآن بدلا من رد على الحديث النبوي أو الآيات القرآنية يعيد ويزيد يوكيل اتهام. أنا أفهم الحديث النبوي على يعني نحو آخر، يوجه لا أرد على الحديث النبوي عامة ويترك الرد على الحديث النبوي. لا هل هو مصدق الحديث ومسلم به انه يمنع العرق، ولا احنا تتهمنا بان احنا بنضيق الدين والدين يبيح العرق واحنا بنضيقه؟ لا الدين ترد يمنع الفحش. رد على الحديث النبوي. الدين يمنع الفحش، يمنع الفحش ويمنع العرق. لكن اسمع، لا العري، لا عري، انا عري اي عري، اي عري الحديث اي عري. انا بلغت المرأة المحيط اذا كنت حضرتك مثلي حديثة. اذا كنت مثلي لا رد على الحديث. اذا كنت مثلي ريفيا فانت رايت طبعا تائم. انما رد على الحديث. انا جايب حاجات موضوعيه. انا بقول لك اهو برد عليها. انا برد عليها. رد على الحديث. انت بتقول لي العري. عري مين؟ عري المرأة الريفية التي تحتضن طفلها وترضعه من سديها ونحن نرى هذا؟ عري المرأة الريفية التي تساعد زوجها وقد شمرت عن ساقيها لكي تساعده في الري؟ لا. أنت مصري أم أنت بدوي؟ هربت من إجابة. أنا هربت. أنا لا أرى.
حرام على الحلال العري ده؟ لا 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 حرام على الحلال التلاصق ده؟ هربت من الجامعة؟ لا انا ما بهربش. دكتور محمد انا لا اريد تشتم هذا سبب لا يجوز لك والله. من عام ترد على الحديث، رد على القانون مادة 2، رد على المادة 9. ان انا مش هجوم 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 وسب، ايه ده؟ سب مين؟ انا سببت حديث موضوعي. انا سببت حد يا استاذ. استاذ علي استاذ احمد، بس نسمع الحقيقة ان الطلبة والطالبات غضبون ايضا، غضبون ايضا من الاتهامات التي توجه اليهم، تلك الاتهامات التي تنال من سمعتهم حسبما قالوا لنا، وتنال ايضا من العلاقة مع الله. وتعالوا نشوف كده ملخص لما قالوا لنا. ليه الجرايد حطت صور رقصات من بره عم بيرقصوا رقص شرقي ويقولوا دي المدرسه؟ ليه شفتش حد ساب المدرسه والرقص عامه عشان راي المجتمع فيه او راي المجتمع الراجع نوعا ما فيه؟ يعني اغلبيه الناس كانت بتسيب يعني اسباب شخصيه. يعني ان الموضوع يوصل صورة مبالغة في مناقشته، زي ما اتكتب في بعض الجرايد ان بناتنا في مصر بطبعهم بيعرفوا يرقصوا، فيبقى يستحسن نحول مسار المدرسة للتمريض او للتدبير المنزلي، ده كلام مضحك انا شايفه، لان هما فكرتهم غلط خالص. اللي بنرقصه في المدرسة مش الرقص اللي بناتنا بطبعهم بيعرفوا يرقصوه، ويعني شيء مش محترم من يتقال بالطريقة دي عن بناتنا وعن الرقص، مش محترم بالمرة. انا مش مؤمنة ان ده انحلال اخلاقي، ودي وجهة نظرهم. وأنا سعيدة جدا إن في جهة حكومية فندت حاجة فنية حقيقية علشان نقلل الانحلال الأخلاقي. هقول له إذا كان الجمال حرام، وإذا كان المتعة بإن أنت بتعرف نفسك ده حرام، وإذا كان الاتصال مع الآخر سواء كان من جمهور او صديق او حد انت بتحبه بيشوف شغلك او اتصال مع نفسك انت ده حرام، اذا كان احساسك بوحدة مع اللي حواليك مع الحياة مع الموسيقى مع الدنيا كلها ده حرام، يبقى الرقص حرام. طالما عندك ايمان بانه في ناس عايزين تتعلم وما فيش حاجة بتمس لا فساد ولا أخلاق ولا بتمس أي حاجة، ليه خاف؟ أنا مسلم وكل حاجة، بس صدقني في ناس كتير عندنا بتصلي يعني، وبتقول إن يعني مش عايزين نربط الدين بكل حاجة عشان ما نوقفش الحياة يعني. بدل أنا حاسس إن أنا ما بضرش حد ما بأذيش حد، فأعتقد ده أهم حاجة عندي. أستاذ علي، أنت سمعت كلام الطلبة، الطلبة بيقولوا زي ما سمعت لا نؤذي أحدا بهذا الفن الذي نحبه ونعشقه ولا نقع في أي معصية أو خطيئة، بل إن هجومكم دفع البعض حتى أنه بدأ يقول والله أنا مسلم والله بنصلي، تعلق على ده بإيه؟ هؤلاء الأولاد إحنا لا نوجه لهم أي اتهام. ده باللي أنت قلته، أنت طلعتهم أنهم أنا بتكلم على الفرقة أهدافها، مش الأولاد دول هم دول، لا دي الفرق هم يقدمون نفس هذه العروض المسرحية، هيتدربوا على ده وهيشتغلوا لما يتخرج هيشتغل في الفرقة دي، إنما هم بذاتهم إيه اللي مرسوه؟ مخالف للقانون. الحكومة وزارة الثقافة هي التي خالفت القانون، ليس هؤلاء الأولاد، لأن هي الحكومة اللي فتحت لهم هذا الباب. كون المنهج أستاذ علي، بس أنا عايز بس هذا الكلام الذي قلته في وصف ما يفعلونه ينال من سمعتهم في النهاية وينال من علاقتهم بالله أيضا، يعني لن أوجه لهؤلاء الأولاد أي اتهام، لأن برنامجهم ده البرنامج المفروض يدرسوه. هل هم درسوه؟ ويقدمون عروضا مماثلة بالضبط. أنت تحكم، أنت شفت، إنما أنا ما شفتش ولا اتهام بشيء من هذا، أنا معاك كتالوج بس أدي واحد. الثانية إن الوزارة هي المتهم، مش الأول والأخير، دول ليس لهم أي اتهام، دول اتفتح لهم الباب والحكومة وهو انخدع بيها، فالسن
لم تشغلش الدولة سن، أي أقل حاجة سن 17. المؤهل خدع، أنت شايف أنهم ضحية خداع؟ اصبر معي شوية بس، من أنا بس بقف عند بعض التعبيرات. أنت قلت أن خدع، هل هم ضحية خداع؟ يا أصلي واحد زائد واحد زائد اثنين منطق. أنت ما تبني مدرسة على غير قانون، على غير قانون. الجانب القانوني نخليه دلوقتي هنناقشه. ما هو ده هو الأساس. أنا عايز تعليقك على ما قالوا. الجانب القانوني ده هو الأساس. لما أخذ أنا مدرسة ما اشترطش حتى ولا محو الأمية معاه أو الإعدادية أو الثانوية. أستاذ علي، هديله شهادة. أستاذ علي خلينا أقول لك، في بعض الطلبة اللي سمعتهم بيتكلموا فيه كانوا في طلبة في كلية الهندسة وفي طلبة في كلية الآداب. بعض، أنا ما بحكوش على بعض دلوقتي، أنا بقول المدرسة ده لا تشترط، ما لهاش لائحة داخلية، يعني وجدت نشاز ما صدرش بها قانون، هذه المدرسة لا تشترط سن 17 فما فوق. طب أنا عايز بس تعليقك على ما قالوا، نحن نحب هذا الفن ولا نرتكب أي معصية أو خطيئة، هم يقولون لماذا تنالون من سمعتنا بهذا الشكل؟ لا تعليقك. لم نتناولهم في حديثنا بنص كلمة ولا نتهمهم، وهم عندنا براء. أنا بتهم الحكومة التي تشرع لنفسها فيه مجلس تشريع في البلد، الحكومة اللي هي تنكبت الطريق وأقامت مدرسة عشان تدي شهادة اسمه راقص محترف. الراقص الآن بياخد شهادة من وزارة الثقافة، الشهادة ومن بوليس الأداب. لا، مش بياخد شهادة، رخصة. الراقصة بتاخد رخصة من وزارة الثقافة، بتكتب تعهد ان هي تكون بدلة الرقص بتاعتها سترة جسمها بكامله، لا تؤدي حركات زي النوم على الظهر او كذا او كذا، في شروط ووراها بوليس الاداب ومعها ترخيص متحدد بالتزامها في الملابس والحركات ومعها، وهذا التعهد مضى عليه في وزارة الثقافة. هذه المدرسة تهدف الى الغاء هذا الترخيص وتبقى شهادة انه راقص محترف لا يراقب. القانون بتاع البلد بيعتبر الرقص، لا ده الأستاذ علي بيقول كلام في منتهى الخطورة، بيقول وكأنه وزارة الثقافة بذلك تعفيهم من ملاحقة الآداب لهم وشرطة الآداب لهم بهذه الشهادة. يعني كيف يعني هو يحدث خلطا. بس أنا عايز الأستاذ أحمد يرد على كيف نتصور إنه عرض فني سوف يقدم على مسرح وله مشاهدون وجمهور ويبقى يعني بعيد عن الرقابة؟ لا يمكن، يعني لا يمكن تصور، لا يمكن أن يكون بعيدا عن الرقابة، عن رقابة حتى أجهزة الدولة، ولا يمكن أن يكون بعيدا عن رقابة الصحافة أو النقاد أو إحنا الجمهور الذين نستطيع أيضا أن نعترض على هذا أو ذاك، ونستطيع أن نعترض بطريقة عملية بألا نذهب لنرى هذا العرض. يعني أريد أن أقول إن إحنا أمامنا أكثر من طريقة لتقويم ما نعتقد إنه هو مخالف أو متجاوز أو فاحش إلى غير ذلك. أمامنا النقد أولا، لأنه النقد يربي. لماذا يذهب الناخب فينتخب حضرتك أنت بالذات؟ لأنه يريد أن ينتخبك، لأنه شايف أنه برنامجك يوافق. لماذا لا تريد للجمهور أنه هو يختار أيضا ما يراه وما لا يراه، بدلا من أن تفرض عليه ما تراه أنت؟ نتكلم عن القانون، أنا بقول فينا مخالفة للقانون وفيه مخالفة. هذا هو السؤال الذي أوجهه لك. أنت تريد أن تجعل نفسك وصيا على الجمهور، الجمهور الذي ينتخبك ولا ينتخب سواك، وغدا سوف ينتخب سواك ولا ينتخبك. انا دكتور محمد، انا عايزك تعلق شوي. استاذ احمد حاول الان لسب، انا بقول في مخالفه للقانون ان مدرسه ولدت سفاح بدون قانون وبدون لائحه داخليه. استاذ علي، انت لم تتحدث عن مخالفه للقانون فقط، انت تحدثت عن مخالفه لتعاليم الاسلام، وشايف انه ده في النهايه يصب في خانه الانحلال. الانحلال والفسق والفجور. البرنامج اللي محطوط، اسمح لي يا استاذ، والرخصه اللي بتعطى، فين رخصه المدرسه؟ مفيش رخصه. احنا عايزين بس انا ارى ان احنا يعني بهذه الطريقه وبتقديم الأولاد بهذه الكيفية على ما يعني يحملونهم من مشاعر وعواطف ومشاكل وإلى آخره، إحنا بنسطح الموضوع شوي.
بنسطحه ازاي؟ بنخليه يعني هم الطلبه والطالبات المستهدفون بهذه الاتهامات. انا بقول احنا لما نعرض الموضوع بهذه الكيفيه يبقى في نوع من التسطيح ويعني تضييق الرؤيه والنظره للموضوع. كيف نعمل؟ نحن نتحدث عن ايه؟ انت بدايه الموضوع مدرسه لها برنامج واعلنت عن مناهج ولها يعني مقررات وقامت في مبنى ولها طلاب واحنا بنتساءل حول هذه المدرسة. المنتج بتاعها شكله ايه؟ البرنامج بتاعها شكله ايه؟ طريقة تأسيسها وإنشائها تمت ازاي؟ العائد والمنتج ده يعود على المجتمع بالنفع ولا لا؟ محمد يعني انت لا انا بس عايز الاستاذ علي، الاستاذ علي لم يتساءل، الاستاذ علي يوجه اتهامات لا في خانه الانحلال والفسق والفجور. سالت الاستاذ علي ووجهت الاسئله انها توصل. انا تحدثت مع الاستاذ علي قبل ذلك وهو لا يتساءل. انا هو يوجه اتهامات تصب في خانه الفسق والانحلال. لا تريد ان تتكلم عن الفن بصفه عامه؟ نتكلم احنا دلوقتي لما بنتكلم عايز تتكلم على الفن بصفه عامه، له رساله عظيمه جدا وله تعريف وله تفاصيل. انما مدرسه لا انت فصل. لو سمحت يا مشاهدينا من غير ما اكمل ثم نعود اليك. المدرسة بيديرها أساتذة متخصصين من الجامعات بالمسرح، متخصصين من معهد الباليه بمصر، متخصصين بكل بالموسيقى، متخصصين بالمسرح، متخصصين بنوت تعليم النوت السولفيج والإيقاعات. والأساتذة التلاميذ يدفعوا فلوس وهذه الفلوس تذهب إلى الأساتذة. نحن نغذي بعضنا لبعض. المركز الإبداع الفني هو بيعطينا الصالة، الأساتذة يندفع من فلوس الطلاب اللي هي عايزة تتعلم. رسم دخول المصري بيدفع 2000 جنيه بالسنة كلها ويوميا، شغل يوميا يعني. مسموح بالأجانب بس الأجانب بيدفعوا أغلى 5000 جنيه. كفاية إن أنت بتبقى عارف جسمك من جوه، أنت وأنت بتتحرك أنت شايف جسمك من جوه، أنت بتعمل حاجات بجسمك أول مرة تعرف إن أنت ممكن تعملها. والله يفهمونا ازاي احنا بنفسد البلد، واحنا نفهمهم احنا شايفين نفسنا ايه. بس الناس دي ما بتحبش تتحاور، او ده معلوماتي عنها لغايه دلوقتي. يمكن حد يحب ياخد ويدي في الموضوع ويبقى عنده وجهه نظر ونشوف. هما نحن عندنا تفكير والتيارات عندهم تفكيرهم، ونحن كل اللي بنعرفه انه نحن ما عم نعمل حاجه غلط ولا حاجه فساد بتاتا. خايف جدا ان المدرسه تتقفل بسبب القرارات بتاعه مجلس الشعب اللي يمكن تتاخد او يمكن لا، بس الواضح ان في مسانده لان المدرسه تستمر من الوزير. كان ما يكونوا رايحين يتعلموا رقص الصالون مثلا عشان يروحوا يرقصوا في حفله، او كاننا رايحين نتعلم ازاي نلعب على الفيديو جيم عشان نسلي وقتنا كويس. يا دكتور خلينا نعلق على كلام الطلبة. الحقيقة أنا شايفهم منزعجين جدا، شايفهم غاضبين جدا، خائفين من هذه الاتهامات التي تنال زي ما قلت لك من سمعتهم ومن إسلامهم إذا كانوا مسلمين ومن العلاقة مع الله عموما. يا أستاذ أنا حتى أستاذ هم بيقولوا ما بنعملش حاجة غلط. نعم. وبيقولوا إن إحنا لا نقع في أي معصية أو خطيئة، هم بيقولوا كده، ونحن نحب هذا الفن ونعشقه وهذا حقهم. إيه تعليق؟ أنا عايز أقول لك حاجة. الإدارة، القيادة، الإدارة، مؤسسة الدولة احيانا تنحى بالجمهور. منحى لا يدرك على كلام الطلبه. يا سيدي وقت. لا تحصرني في نقطه صغيره والا يبقى بنهمش الموضوع. ابني الذي تحدث وبنتي الذي تحدثت مثل اللي في الهندسه اللي انا بدرس له،
أنا بقول دول دلوقتي وضعوا في مدرسة، أنا بناقش المدرسة ومنهجها، هم يحبون هذا العمل ويحبون هذه الدراسة لأسباب خاصة بهم. أنا بقول إن الإدارة والقيادة ومؤسسة الدولة بتنحى بالناس أحيانا منحى قد لا يحبونه ولكن يحقق مصالحهم، لأن المسألة ليست مسألة مش كل، ليس كل ما يحبه المرء يفعله، لأن في ضوابط، وإلا ما كانش يبقى في معنى للقانون ولا في معنى للدساتير ولا في معنى للأعراف ولا في معنى للدين ولا في معنى للضوابط العامة. إحنا دلوقتي بنتكلم عن مدرسة ولا عن الفن بصفة عامة؟ لا، إحنا بنتكلم عن هذه المدرسة. هذه المدرسة إحنا كلامنا محدد، أنشئت ولها برنامج وفيها رواد وتلاميذ وطلاب وفيها مدربين وفيها مدرسين ولها منتج، وإحنا عندنا مجتمع. هذا المجتمع بتحرك بضوابط. المدرسة ديت بنقول كيف أنشئت، ما هي برامجها، ما هو الناتج الخارج منها، ما هي إيجابياته، ما هي سلبياته. مش عايزين ندخل في نقطة ضيقة ونسيب الموضوع. هذه المدرسة يا دكتور منتجها الذي أنا اللي قلت هذا الكلام يا أستاذ، وقال أنا اللي بقولها الأستاذ علي، هو اللي قال أنا مخالفة لتعليم الأستاذ علي وتحدث عن أوصاف جنسية. لا لا لا، الأستاذ علي ذهب إلى المدرسة فجاب برنامج المدرسة، ما قابلش التلاميذ، جاب برنامج أنا أو كيف أقيم إذا ما أعلم. يا أستاذ وائل أنت بتديني الفرصة ولا بتحورني؟ لا لا، إذا ما أعلن عن قيام جامعة جديدة يا أستاذ أحمد، وأريد تقييم هذه الجامعة قبل أن تقوم، ماذا نقيم؟ قيم بالبرنامج. برنامج أحد أبو سيد. فأنا دلوقتي ده البرنامج المدرسة. كويس. عندما تعترض أنت على مجرد أن تكون مدرسة للرقص. مجرد؟ لا، ما حدش قال كده. لا. لا. أنت قلت كده. أنت قلت إنه أي حركة. اسمح لي. لا. قلت جسد. لا. الجسد الذي يتحرك والذي يتعرى. يا فندم. يا فندم دلوقتي في مفهوم من الواقع بالضرورة. يا دكتور محمد أنت ألم تقل هذا؟ جسد المرأة الذي يتحرك بعري ويؤثر. حضرتك تقول أنا ما أتأثر. فطلص. هناك من يتأثر. مع ذاك. من الذي يحكم في هذا؟ أنت حضرتك تقول لا يتأثر. أم الناقد؟ لا لا. حضرتك تقول لا يتأثر بها إلا مريض. انا لا، انا لا، لا، البشر هم بشر. يعني ايه البشر يتأثرون؟ انت الان اسمح لي، اسمح لي دكتور، ما انا هسألك سؤال. نعم. الان انت ذكرت العقد الاجتماعي. نعم. وذكرت يعني ما بما فهمت منه. نعم. ان حضرتك بتعتبر انه هذه الحضارة الغربية. نعم. مرجع من مراجعي، من مراجعك. مرجع حضارة غربية، مرجع من مراجعي. أيوه. انا استفيد كإنسان. أيوه. عزيز. كإنسان مسلم. عزيز. عزيز. من كل التراث الإنسان. انت تتحدث عن انه الإنسان. أيوه. يعني يتأثر ويثار حين يرى امرأة ترقص. أي إنسان هذا؟ ولما لا؟ الإنسان الذي طبيعي. اسمح لي. الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي. لا. الإنسان الطبيعي. لا لا لا، الإنسان الطبيعي. لا، الإنسان الطبيعي. يعني عندما يفتح مطعم في الغرب ويكون مقدم الخدمة عرايا، هذا المجتمع يقر هذا؟ مين قال عرايا؟ طيب في. لا في. هناك في. مش هنا. ده أنا بضرب حضرتك مثال يا فندم. أنا بضرب لك مثال. مثال تشيكيا. دلوقتي العرايا ولا الرقص؟ لا. انت بتقول كم يتاثر؟ لا مؤاخذه، انت بتقول يتاثر، يعني يتاثر بالعرايا طبعا. الله. لكن بالرقص، حركات الرقص احيانا يا أي رقص؟ انت تعلم ان هناك رقصات. تعلم جيدا انت مع رقص البالي يا سيدي. اسمح. يا سيدي انت مع رقص البالي. انا ضد حركه المراه بجسدها العاري الذي يؤثر في الشباب سلبا. اسمح. ايا كان تسميته. من الذي يحكم على هذا؟ اللي يحكم عليه حاجتين. على هذا الرقص حاجتين. المجتمع. مين المجتمع؟ طبعا المجتمع. انت بتقول مش دول الناخب. المجتمع اخترع الرقص. المجتمع. المجترم الرقص ناشئ عن المجتمع. انت سبتني اقول ثاني. انت تريد ان تفرض على المجتمع ما تراه انا جزء منه. أنا جزء منه. هذا ظلم للواقع يا أستاذ أحمد. ده اللي عايز أقوله لك. أنت تنظر إلينا من ثقب إبرة صغير جدا، ونحن أكبر من ذلك بكثير. مش نحن كإخوان، نحن كمصريين معك في هذا البلد. نحن نقول لحضرتك انظر إلينا من منظور أوسع، وليس من منظور المخالفة في الرأي أو في الطبع. المنظور الأوسع يقول إن اللي يحكم اتنين، المجتمع، والمجتمع ده فيه قوانين ودستور والآخره. والشريعه يا استاذ احمد. يا استاذ. والشريعه يا استاذ يا دكتور محمد. عندما تتحدث عن المجتمع، المجتمع يحكم بمؤسساته. صحيح. مش كده؟ تمام. طيب. ونحن واحد مؤسسات. طيب مؤسسات. لا اسمح لي. ونحن واحد مؤسسات. انتظر، فهمت طبعا. ولكن المؤسسه الجديره المكلفه بالحكم على
الرقص أو التمثيل أو التصوير أيوة. أو الأدب أيوة. هي مؤسسة النقد. ده صحيح. هي مؤسسة النقد. ده صح. النقد وليس مؤسسة. لا يا فندم اسمح لي، أنا موافق معاك، النقد الفني الممتهن في هذا الإطار، ولكن أستاذ الجامعة عندما يرقى وله لجنة للترقية متخصصة يشتكي العضو من اللجنة فيذهب للقضاء. يا أستاذ أحمد سؤال أخير، هل لا تفصل هذا الهجوم الأخير عن سلسلة هجمات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الفن من الفيديو كليبس لمسابقات ملكات الجمال للأسف؟ هذا كلام يا أستاذ وائل، هذا كلام مكابل للحقيقة وسؤال ليس في الموضوع. إذا كان القصد من البرنامج هو تقديم اثنين من الإخوان المسلمين لتشويه الصورة، هذا أمر مرفوض. دكتور محمد، هل أنا بقول لحضرتك أهو، أنا بتكلم منتهى الموضوعية، إحنا عايشين في المجتمع ده، إحنا طالعين من المجتمع ده، من نحن لنا أسر في هذا المجتمع، نحن في برلمان هذه الأمة، نحن رشحنا أنفسنا طبقا للديمقراطية، اخترنا الناس، لو ترك الناس وأمرهم يختارون من سيختارون؟ احنا عايزين نقول ان في مرجعيه لهذا المجتمع. انا شخصيا اتمنى ان تظهر منظمات تهتدي بهدي الاسلام ويتسع افقها وتقبل التطور وتعيش في هذا العصر وتدافع عن الحريه. يتحدث السيدان عن الدستور، والدستور يؤكد في 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 صميمه وفي صميم مواده انه حريه التعبير والتفكير مكفوله لكافه المصريين. وانا ظني انه هذه المسائل لا تحسم بالمنع والمصادره، وكم منعت اشياء وصدرت اشياء في الغرب ثم عاد الناس مرة أخرى إلى عقولهم فاكتشفوا إن الحرية حرية التعبير هي خير وسيلة للتحرير. يا مشاهدين أطلقوا عليها في نص دقيقة بس عشان ما عنديش وقت. أنت دلوقتي البرنامج بهذه الكيفية يا دكتور محمد، أنت بتتكلم بقالك ساعة. لا أبدا، بالعكس، اتفضل. بالعكس، أنا دلوقتي الأستاذ أحمد بيقول بنصادر وبنمنع، هذا لم يحدث. لم يحدث أبدا. المسألة في مجال الرقابة المشروعة قانونا وشريعة ودستورا. طيب ألف شكر دكتور محمد، ألف شكر أستاذ علي. مشاهدينا أطلقوا عليها خطأ معركة هز الوسط بين وزير الثقافة وجماعة الإخوان المسلمين. المهم ألا يهتز المجتمع وألا يهتز مجلس الشعب، فينا ما يكفينا من اهتزازات وأزمات. ونشوفكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد.